ايوه يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده انا رجعت لكم فيديو جديد، بس يا ريت ما تنسوش قبل ما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. النهارده هعمل لكم جوله في ادواتي بتاعه الرسم وبقى الادوات اللي انا بستعملها وكده. يلا نبدا الفيديو. هنا اول حاجه هو مكتب، مكتب من فوق وفي رفين من تحت، تمام. هنا اول حاجه عندي هسألوا الشاشه دي ليه، هو انا حطيتها عشان ساعات بشغلها ساعات بشغلها كمبيوتر، بس الكيس تحت السرير فاهمين يعني، فمش بشغلها كتير بس انا حطيتها يعني. اول حاجه عندنا هنا دي الفرش بتاعتي، ودي الاسبونجات دي انا اللي عاملها باللي هي بتاعت الايس كريم، وساعي سفنجة عندنا اهو. تاني حاجة في السفنجة دي برضو الاسبونج دي، وفي بقى هنا الفرش بتاعتي دي، كل الفرش هنا. بس احسن نوع جربته النوع ده، لو انتم مبتدئين هاتوا النوع ده بس كده. ودي سكينة دمك. تاني حاجة دي الوان اكريليك اساسية، بس الابيض والاسود خلصانين من اللي هي براند ارت رينجر دي. دي في منها 24 لون، وفي منها 12 لون، وفي منها اللي هو الفرداني ده، بس انا قلت اجيب منها الفرداني بس مش حلوة اوي، بتحسه شفاف كده شوية. تاني حاجة بقى هنا دي كل الادوات اللي هي مثلا المسطرة دي، المسطرة الحديد بيعيشوا على فكرة كتير اوي، بيقطعوا ورق. ودي المسطرة العادية، وده مقص بحبه اوي للتفاصيل الصغيرة، وده قطر، ودي الزرادية بتاعت الميداليات. ودي نشابة بقى انا بفرد بيها العجينة. هنا بقى دي حتة صنفرة، بصنفر بيها اي حاجة قبل ما ابدأ عليها بالتلوين. ودي ساعات بستعملها في قطع وكده. ودي سكاكين، سكينة، ودي خرومة، ودول بقى بريت، اتنين بريت. دي بقى هنا الدباسة، وهنا دبابة الدباسة، حطيتهم في برطمان الوان خلصون، وده كله بقى جليتر اللي تحت، تمام. هنا بقى دي انا هعملها بالعجينه وعلق فيها حاجات الميداليات اهو. ودي بقى الوزاره بتاعتي المفضله. تاني حاجه دي الوان بوستر، انا بخليها قدامي لان بستعملها كتير. هنا دي الوان من البوستر حلوه قوي على فكره، وجاي معاها باليت. دول 6 الوان. ودي بقى الالوان الاكريليك، دي الوان تركي اصلا، النوع ده احسن من النوع ده بكتير، ده مش شفاف خالص، ده تحفه ده اهو. وهنا بقى ورا الكانفاس ده، وده ودي معلق بقى هنا على ده لوح خشب. انا كان عندي عشان ما بوظش الحيطه فحطيته وعلقت عليه الحاجات. هنا بقى ده دي لوحه كده انا مطرز عليها، ودي كانفاس، ودي الحاجات اللي انا بحبها وكده، ودي فرشه بستعملها على فكرة، ودي صورة، ودي بقى الكوستر ده، ودول ألوان بدل ما نرمي الألوان الفاضية نحطها ديكور، ودي رسمة. بصوا على فكرة أنا بستعملها عادي، باجي استعملها بطلعها عادي، بلزقها عادي، أنا لزقها بأستيكة فحم، كل ده على فكرة ملزوق بأستيكة فحم أهو. هنا بقى دول كانوا بالعجينة، حلوين أوي. هنا بقى في الدبابيس والخرمو والعليقات وكده، ودول استيكرات، مش استيكرات ده ورق انا بحب اقصقصه كده. ودي بقى المشابك، كل المشابك الورق، اتنين دول انا عامل دي اللي تحت دي انا عاملها بالعجينة برضو، وده اللي بتاع دي صورة برضو، ودول كده انا. والدبدوب بقى انا اللي عامله، لو عاوزين تعرفوا الطريقة اكتبولي في الكومنتات. تاني حاجة بقى هنا ده الرف التاني، هنا ده باسكت الخشب، وده باسكت الميز. خلينا في باسكت الخشب الأول. هنا ده الباسكت ده فيه، هنا بقى في ايه، في لم ميتاليك، دول ألم ميتاليك، ده واحد أبيض، ده واحد ذهبي، وهنا ده قلم جل أبيض، ده جيلي رول، ده فاصلة 8،
ودول بقى الأقلام التسيح، بس بصراحة مش بيقعدوا العمر طويل يعني. صودا كنت لسه جايبه من شهرين كده، بوظ بيفكوا فاهمين. هما ده كان طقم كده على بعضه، وده كمان اهو. وتاني حاجة بقى الأقلام الفحم، بصراحة أنا بميز القلم المقيس أحسن نوع. في قلم كمان بس تحته خلصون، دول الأقلام اللي أنا استعملتها. أنا بفضل ده، انا مش محترف قوي في الفحم بس انا بفضل المريس فاهمين. وبقالي فتره طويله قوي مبطل الابيض والاسود. لو عايزين رسومات منها يا ريت تكتبولي في الكومنتات. ودول بقى الاقلام التحديد بتاعتي اهم. دول اكيد حبر، وده كمان بفضل بصراحه ده اللي هو ده احسن نوع. اولا الحبر ده حبر، ده قلم حبر مش قلم تحديد. اما مثلا بنيجي نحدد دي بيه ساعات بيملى الفراغات فاهمين. ودول بقى اقلام سنون، قلم دي فصلة 7 وده فصلة 7 تقريبا، اه ده فصلة 7 برضه. ودي بقى السنون بتاعتهم، وده برضو قلم، ده قلم فلامستر تحديد انا بحدد بيه برضو. وده برجل بس كده تقريبا. في اهو في قلم فحم تحت اهو، ده انا قلت لكوا في الاول اهوت. بس هو خلصان، ده نوع حلو برضه لانه مش بيتبري وبيتعمل بالفتله فاهمين. فده حلو قوي، من عمره ما اتقصف، متقصفش معايا خالص. تاني حاجه بقى هنا دي الاباريق، هي المكتب دي. هنا بقى دي الالوان الخشب اللي هم الـ24 لون. والبرطمان ده انا عامله برضو بالعجينة السيراميك. لو عايزين تعرفوا الطريقة بتاعته هتلاقوا الفيديو على القناة دي. وانا بقى دي كل الاقلام الماركر بتاعتي على فكرة، ان هو ده عامل زي الاقلام التوتش، حلو قوي على فكرة. وبستعملهم ساعات برضو في تلوين العجينة اللي هو التخين ده. وهنا يا جماعة بقى في اللي هي الاقلام دول اللي هم الـ12 قلم اللي هم الدرجات. بس يا ريت لو انتم مبتدئين، انا غلطان اصلا ان انا جبت ال 12، بس انتوا هاتوا الـ6. او في اقلام فردانيه اللي هي ستيدلر فابر كاسل هاتوها، والنوع ده على فكره حلو قوي. ده بعد الصدر، بعد ستيدلر وبعد فابر كاسل. ستيدلر احسن نوع انا شايف، بشوف كده يعني، بشوف ريفيوهات على النت وكده بيقولوا ان ستيدلر احسن نوع. فهاتوا الصدر، انا ما جربتهوش يعني. دول بقى دي اقلام خشب 12 لون فابريكاسل مائية اهي. انا بحب اجرب الاول الصغير وبعدين اجرب الكبير. ودي مش حلوة، دي الالوان دي ثانية. بصوا بصراحة عشان مظلمهاش انا لسه مجربتهاش، لو عايزين نجربها اكتبولي في الكومنتات ونعمل عنها ريفيو سوا. ودي بقى الفابريكاسل اللي هي الخشب المائي اهي، دي الـ24 لون، حلوة قوي على فكرة. ودي بقى الوان اردق نوع الوان جربته بصراحة، ما طارش ده. بصوا هو انا ده جبته الـ24 لون على طول، ما جربتش الصغير، بس بصراحة نوع مش حلو خالص. بصوا شكله كده من الدنيا. ايه بص كده، ده بص كده، ده كده الحتة دي. ودي كده انا بحبه قوي، بحب احطه كده. هو مش اللي ملونه طبعا، هو جاي كده. في بقى هنا ده لون جواش اسود، ودي الباليت، دي بقى بتاعة الالوان الاكريليك. وهنا دي بقى الوان اكريل حلوة قوي على فكرة. دي زي الالوان دي عاملة زي اللي هي الباليت الكبيرة اللي فيها الباليت الارتست دي، الالوان الجواش اللي انا واخد من الالوان ده. هي دي الوان تركي، بس الجواش بتبقى مطفيه، فبصراحه ما انصحكوش تجيبوها، انا ما بحبهاش تبقى مطفيه كده، ما بتديش لمعه خالص. دي بقى الوان اكريليك، ده بصراحه حلو قوي برضو، ده احلى من ده. بس هو ده ايه الوحش فيه بقى، ان هو بيبقى 8 في 6 ملي بس اهو. وده من كيبس ميلينج. هنا بقى دي الوان مائية عادي، ايوه ووتر كلر من الوان كويسة برضو، انا ما جربتهاش كتير يعني، ما بلونش بيها كتير عشان كده حطيتها ورا.
البلد دي بصراحة انا مش جايبها فردان، كنت جايبها معطاء من فرش وسكينة دمك. اي في بقى هنا دي الالوان البوستر، الالوان دي خطيرة رهيبة فظيعة قوي، افضلها بصراحة احسن نوع الوان اللي هو احسن نوع الوان بوستر، النوع ده تحفة. لكن النوع ده بقى بصراحة مش حلو خالص، اللي هو النيكي بوستر كالر ده ما رشحوش بصراحة، لان انا ساعات مثلا احنا ساعات بنلاقيهم بنعكشة كده، فالنعكشة دي لما بينشف بتفضل النعكشة دي فيه، لكن دي مش بيبان فاهمين. بس هو بصراحة الماتيريال بتاعتها حلوة برضو، ودي ساعات بتعفن دي لما بتقعد فترة طويلة. وده بقى هنا حرف الام بتاعي بينور على فكرة. فين 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 اهو، بس هو الحجارة خلصانة شوية. لا الحجارة مش خلصانة عشان الإضاءة ثانية، بطفي الكل في العيش. هاي يا جماعة إضاءته حلوة أوي على فكرة، ثانية بطفي بطفي العيش. وده بقى بارد وشوشني، أنا كنت عامله بالعجينة دي بندلية كده معلقة فوق. لو حد عايز يطلب أي أوردر يدخل يكلمني على الخاص على الفيسبوك. هاي يا جماعة ده بقى الرف التاني، هنا بقى انا حاطط كل حاجه انا عاملها بالعجين. دي ميداليه برضو، بصوا ان البيج بتاعتي اسمها محمد اسامه على الفيسبوك. دي ميداليه على شكل برجر، شكلها تحفه قوي على فكره وكيوت قوي، والاسعار برضو مكتوبه وكل حاجه موجوده. ودي ميداليه برضو بناتي قوي وحلوه قوي، الميداليتين دول متساويين جدا. ودي مثلا لو عايزه مثلا تتحط في انسيال حلق كده يعني، والمصاصة دي برضو نفس الكلام تبقى حلوة قوي لو في حلق. ودي بس انتوا لو عايزين انا هسويلكوا اكتر على فكرة، يعني بصوا دي مش متساوية كتير، هسويلكوا اكتر او اكتر. ودي بقى تبقى حلوة قوي لو في سلسلة ايه. والميدالية دي برضو تحفة قوي وتبقى حلوة برضو لو في سلسلة. وده كوستر، افوكادو، وده كوستر برضو. هنا بقى دي الالوان اللي هي زي دي، بس دول خلصانين مش خلصانين قوي، خلصانين شوية يعني فيهم يعني. بصوا زي ده مثلا اهو، يعني بصوا هنا خلصانين شوية فاهمين، بس لو اشتغلوا هيشتغلوا على فكرة. اهو هنا بقى كل السكتشات بتاعتي كانسون بقى وكله. ودي باليت، بس باليت مش باليت، دي فينا ورق اوش بس مش عارف ايه. دي باليت ومش باليت، ده لوح خشب انا حط عملته باليت اهو. وده لوح ازاز برضو هعمله باليت، بس انا تحت دي تبوظ. ده بقى كل السكتشات بتاعتي، لو عايزين انا اعمل السكتش ده في قناتي برضو، لو عايزين تعرفوا طريقته ادخلوا شوفوا الفيديو، هتلاقوا تاني فيديو على طول، تاني فيديو من تحت. ايه هنا بقى في كل الرسومات يا جماعة، كله 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 كله. لو عاوزين يعمل لكم ريفيو عنهم اكتبوا لي في الكومنت برضو. ايه في ايه تاني؟ دي بقى هنزل الالوان في الماستر، بستعملهم كتير بس دي مش بستعملها كتير، مش بستعملهم كتير قوي يعني، عشان كده حطهم تحت. وهنا دي بقى العجينة، الالوان دي انا ملونهم على فكرة، ملون العجينة دي حطيتهم في علبة. وهنا برضو اللونين دول كانوا خلصانين حطيتهم ديكور، المنبه ده بحبه قوي. وهنا اللي تحت دول عيون كنت جايبها من المكتبة. والعلبة دي حطيت فيها حاجات ميداليات، ميداليات بس مش حلوة قوي يعني، فمش هوريها لكم، كنت اول بقى مبتدئ وكده. ودي بصوا هوريكم اول حاجة عملتها بالعجينة واخر حاجة عملتها. دي كانت اول حاجة عملتها، كانت عرة بصراحة يعني اهي. ودي كانت اخر حاجة عملتها. بص انا مع الوقت برضو بتطور يعني، مع الوقت هشيل اللي هم اللي الحاجات دي. وده برضو ده يبقى حلو قوي برضو لو في سلسلة مثلا،
بس لازم قبل ما نعمل كل ده نعقم ايدينا. وده كده ده نسيت اوري حاجة فوق، ودي رسمة مانديلا. ده الكوستر ده انا اللي عامله برضو، مش عارف اشيل كده الباقي. ثانية وبس كده، ده يبقى الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتدوسوا على زر الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. ولو استفدتوا بحاجة ما تنسوش تكتبوا لي في كومنت حلو كده زيكم. مع السلامة.